من مهندس بإحدى الشركات البتروكيماوية إلى عامل في بيع الفحم، هكذا أصبح حال المهندس ناصر الجرادي خبير النفط البتروكيماوي بعد أن استغنت عنه الشركة النرويجية الاستثمارية في اليمن مع عدد من زملائه نتيجة النزاع القائم في البلاد. كوننا أحد المهندسين العاملين مع شركة دي إنو النرويجية في قطاع 32 لمدة 10 سنوات، تلقينا إشعارات من هذه الشركة في يوم وليلة في شهر 5/2015 بالفصل من العمل، وكان عدد العمال لهذه المنشأة الضخمة العملاقة في قلب الصحراء والتي كانت ترفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة ودعم الاقتصاد اليمني، فوجئنا بقرار فصل إلى البريد الإلكتروني دون سابق إنذار، ومن ذلك اليوم نحن منقطعين عن العمل وقطعوا الراتب من ذلك اليوم. منذ 41 شهرا الآن 300 أسرة لم تستلم راتب ومهددون بالخطر من نقص الغذاء والتعليم والسكن والإيجارات والحياة الصعبة. نحن مهددون ونعاني من إرهاب جوع أو إرهاب مجاعة، تملك كيف؟ نحن اضطررت إلى أن أعمل بالفحم لعدم توفر فرص العمل نتيجة الأوضاع المتردية داخل الوطن. مؤهله العلمي الكبير وخبراته المتراكمة لم تشفع له ولأطفاله العيش بكرامة واستقرار في بلد أنهكته الحرب والأزمات المتواصلة. طبعا أنا خبير نفط، درست في السعودية، مهندس بتروكيماويات، عملت 10 سنوات في مصافي عدن سابقا و10 سنوات في دي ان او، يعني 20 سنة في خبرة في مجال النفط. المفروض الدولة تهتم لقضيتنا الإنسانية كوننا من حقوق المواطنة، ونهيب برئيس الوزراء الجديد بأن يتخذ قرارات جدية لإنقاذ 300 أسرة، لأنا لست وحيدا إنما معي 300 مهندس وعامل. خيارات صعبة واجهت ناصر، إما البقاء بين أولاده يتضورون جوعا أو العمل في هذا المحل لبيع الفحم مع انعدام فرص العمل الأخرى، وفي ظل وضع مأساوي جعل العديد من رفقائه خارج الوظيفة الرسمية. أنا أناضل من أجل أن لا يفقدوا أطفالي الابتسامة ولا يفقدون الحياة ولا يفقدون الأمل في الغد. أنا أناضل من أجل البقاء، لأنه دخلي اليومي لا يوفر لي أي فرصة أخرى لجعل حياتي أفضل. حياتي سيئة ولكن أنا أصنعها من أجل أطفالي والحفاظ عليهم وتوفير القوت اليومي لهم. مؤسسات وشركات يمنية حكومية وخاصة اضطرت إلى أغلاق أبوابها أمام الآلاف من الأيادي العاملة بسبب الحرب التي ركلت بمؤهلات علمية كبيرة وكفاءات بخبرات متراكمة على أرصفة البطالة.